أخبار اليوم. هنا في اشهر سوق اللي بيع البلح، عايز اعرف اسعار البلح ايه والانواع الجديده اللي موجوده. بيبدا عندنا من 5 جنيه لحد 18 20 جنيه. اسعاره كده ب 5 جنيه، في حاجه زي كده حضرتك ممكن 5 جنيه، في حاجه زي كده ب 6 جنيه، في حاجه زي كده ب 7، في حاجه زي كده ب 8، وزي ما انت عايزه بقى 9 جنيه 10 جنيه. الزبون متعود يجي يشتري نوع معين ولا كله بيبقى ليه زبونه؟ لا، هو كل بلح بيبقى ليه زبونه طبعا، في حاجه اسمها سكوتي، في حاجه اسمها برطموطه، في حاجه اسمها جنديله، كل بلح بيبقى ليه زبونه. يعني اللي بياخد حاجه السنه اللي عدت بيرجع السنه اللي بعد منها بيطلب نفس الاسم بتاع البلح بتاعته. الاسعار حلوه وانواع البلح برضو كتير، مش نوع ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه. اكتر نوع الزبون بيشتري هو السكوتي اللي هو والجنديله والبرطموطه اللهم صل على النبي، البلح بتاع السكر، المرضى السكر ده، الشاميه البيضة. قولي انواع البلح ايه وفي اسماء اسامي مشهوره سنازل البلح؟ لا، هو السكوتي والبرطموطه والشاميه، انواع كتير احنا بنجيبه من العبور جمله، بنقطعه هنا. بلح السيناوي بيبقى فيه اقبال عليه، ناس كتير بتحب البلح سينا. لا، البلح سينا لا، هو البلح ده الاصلي، هو ده. بص البلحيه قد ايه. التمر المستورد اثر على بيع البلح البلدي ده؟ لا، مفيش حاجه بتاثر على البلح دوت، عشان البلح ده اساسا معروف من زمن الزمن، اللي هو ده سنة على الرسول، هو البلح ده اللي معروف. كل سنه وانت وحضرتك طيبه. رمضان كريم وياميش رمضان، والناس يعني لازم كل سنه تنزل تشتري ياميش رمضان. كلمني بقى عن الاسعار وعن اقبال الناس على الشراء السنه. بالنسبه لياميش رمضان فده يعتبر السوق الاساسي على مستوى القاهره، اللي هو المختص ببيع البلح والياميش بالنسبه لرمضان. الزبيب بكام والمشمش والقمر الدين راسيا؟ عندنا ثلاث انواع بالنسبه للزبيب، نوعين مصري، في نوع بنبيعه في القطاعي ب 28 جنيه اللي هو الاسبيريو الكبير، والبناتي المجفف تجفيف عالي كويس جدا بيتباع ب 38 جنيه في القطاعي، اما الايراني فبيتباع ب 40 وب 42. صحيح في ارتفاعات نسبيه بالنسبه للسنه اللي فاتت، لكن في الزبيب ما تعتبرش ارتفاعات كبيره. هو اصناف محدده اللي انعكس عليها السوق وتاثير الدولار خلى ليها اسعار مضاعفه. زي التين مثلا سعره مضاعف عن السنه اللي فاتت ما انكرش، اما بقيه الاصناف فارتفعت منها من 20% الى 30 35%. قمر الدين سعره حلو، فيه ب 5 وب 10 و15 و25 وب 30. راسيا والتين والمشمشيه؟ لا يا بص، هو الغالي المشمشيه قوي والتين غالي قوي قوي قوي. ليه بقى الاسعار السنه دي غليت قوي ليه كده؟ هو الناس بيقولوا عشان الدولار، والناس مش فاهمين حاجه اصلا. المشمشيه وصلت 80 جنيه و70 جنيه. فسرات اسعارها ايه عندك؟ العين الجمل كده وريني والحاجات دي. بص وصلت 70 جنيه. عين الجمل واللوز والبندق. ما يوصل 70 جنيه هو الزبون هياخد ايه؟ اللي كان بياخد كيلو دلوقتي هياخد نص كيلو. المقشرات نزلت شويه عن السنه اللي فاتت ماشي، اما الحاجات دي غلي. لا، الزبيب بقى اللي هو المصري بيبدا من 20 لحد 42. راسيا والمكسرات؟ المكسرات بقى بتبدا، يعني المكسرات دي تعمل لها 70، اللي هي البندق واللوز والعين جمل بتعمل لها 70 جنيه. البندق عامل 140، اللوز عامل 140، العين الجمل عامله 150. انا عندي حضرتك لفه قمر الدين، سوق مصري، مصنع محترم مصري بيحارب الغلاء ويحارب جوده السوري. خير ربنا زراعه مصر، المشمش المصري وب 10 جنيه اللفه، واهديتها على القنوات الارضيه المصريه، اهداء للسيد الرئيس وللشعب للقضاء على الغلاء والاحتكار وما في الجزاء. كيس برضه سوري، كيس العصير ده احنا سميناه السحري ونزل على المواقع ونزل على التلفزيون. ده كيس بجنيه بيعمل ازازه 2 لتر بدون سكر. لازم كل سنه بدور على بدائل كباني بحارب الفساد والغلاء. يا فندم لازم مين يحس بالمواطن؟ مين يرفع معاناه؟ مين يشتغل مع الرئيس؟ السنه دي بتفاوت عن السنه اللي فاتت كتير قوي. يعني الفرق جامد. يعني الناس بتقول الدولار ومش الدولار والكلام ده، يعني حاجات جايه مستورده طبعا، الجمارك زادت طبعا، لازم الحاجات دي لازم تزيد سعرها، يزيد
ليك زبونك اللي بيجي لك دايما رغم ارتفاع السعر ولا؟ بس الزبون ما بياخدش الكميه اللي هي، يعني اللي بياخد كيلو بياخد نص، اللي بياخد نص بقى ياخد ربع. يعني كل فرقه بتجيب كميات كبيره، التناجر هنجيب ايه يعني؟ كلام فاضي كله. برضه غاليه، ما اعرفش السنه دي حاجه غريبه، بلح يمي كله غالي كله. اعرف قرصيا مشمشيه مش عارفه يعني النص بالنص، يعني الفوز انا واخداه السنه اللي فاتت ما كملش 100 جنيه 120، النهارده بقول 160 و180. لسه ما جبتش، عمال بقول لك ب 60 و50 و70 مش عارفه لسه. متعوده تجيبي ايه بالظبط؟ انواع بتحبي تجيبيها كل حاجه ولا في انواع معينه؟ ده بجيب والله كل حاجه، بس على قدنا كل حاجه نص نص. السنه دي الحاجه بقت غاليه برضه، 60 جنيه انا هجيب نص ب 30 وهنا ب 60، مش عارفه انا ما جبتش الحاجات دي. بنجيبنا بقى تمر وحاجات وخلاص نقضيها. بس انا انت طيبه.